السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أرد يعني على السؤال تكرر يعني شحال من مرة في قناتنا في اليوتيوب. إذا هذا الجهاز يعني كاين بزاف الإخوان اللي يبعثوا لي هذا يعني صورة هذا الجهاز، يقولوا لي وشنو هذا الجهاز، واش يعمل، واش الرول تاعو يعني في السيركوي إلكتريك. يعني هذا الجهاز واسمه سوفت ستارت أو يعني باللغة الفرنسية واسمه ديمارور بروغريسيف، يعني تاع المحركات، يعني كما راكم تعرفوا كامل المحركات الكهربائية ثلاثي الأطوار كي نديرو ديماراج ديريكت يعني أو إقلاع المباشر، يعني يتطلب التيار من 4 إلى 8 مرات يعني زائد أو زائدة من التيار المقنن في المحرك. مثلا هذا المحرك يعني يمشي ب10 امبير في الديماراج تاعو او في البدء يعني تاع هذا المحرك، يعني يطلبنا يعني في الديماراج تاعو يقدر يوصل حتى 80 امبير، في بالتالي يخلقنا مشاكل سواء للمحرك او في شبكات التغذية. يعني ما هو هذا يعني سوفت ستارت او ديمارور بروغريسيف باللغة الفرنسية كما قلت لكم. سوفت ستارت هو جهاز يعني بدء التشغيل ناعم للمحركات يعني المترددة ذات القدرة من 5 حصان وحتى أحيانا يعني توصل إلى 1000 حصان وأحيانا أكثر من ذلك، يعني أكثر من 1000 حصان. كما قلت لكم يعني الحل اللي نديروه يعني قبل ما يخرج هذا الجهاز، ولا كاينين اللي ما يعرفوش هذا الجهاز او للمحركات يعني السامبل يعني العادية، نستعملوا ديماراج ايطوال تريونجل او يعني بدء كيفاش يسمولو يعني اقلاع ستار دلتا او نجمي مثلثي. يعني كما راكم تعرفوا كامل يعني في بد نستعملوا يعني لو ديماراج ايطوال يعني باش نقصوا في قيمه التيار او في قيمه التيار البدء، يعني نقدروا نقصوا على هذا التيار بصح ما ينقصش يعني 100%. فبالتالي يعني ومن بعد كي يوصل يعني يديماري هذا المحرك اون ايطوال يولي اون تريونغل، يعني يولي لي بوبين تاعو يفونكسيونيو نورمال. اذا يعني هذا الجهاز نقدروا نستعملوه يعني باش ينظمنا هذا يعني التيار البدء، وذلك يعني بالتحكم في معدل التسرع يعني في لهذا المحرك، ويكون في متوسط زمن التسرع من 10 ثواني وحتى يعني 40 او 30 ثانية. يصل فيها المحرك من سرعة الصفر حتى اقصى سرعة له، وبعد وصول المحرك الى اقصى سرعته يتم فصل السوفت ستارت او الديمارور يعني بروغريسيف وتوصيل الكونتاكتور، يعني نستعملهم ما بين الكونتاكتور ومع هذا يعني السوفت ستارت بين المصدر التيار والمحرك مباشرة، مع التحكم في هذا الكونتاكتور عن طريق نقاط مساعدة موجودة على الكونتاكتور او على هذا السوفت ستارت. نظريه العمل هذا يعني الجهاز، يعني قبل ما نروحوا للنظريه نشوفوا يعني كاين عده انواع من هذا يعني السوفت ستارت. هذا مثلا هذا السوفت ستارت من شركه سيمنس، نروح نشوفوا يعني النوع الاخر من هذا السوفت ستارت كما راكم تشوفوا. هذا ايضا هذا نوع من انواع ايضا شركه سيمنس سوفت ستارت او ديمارور بروغريسيف. هذا ايضا هذا على ما اظن من شركة ابي بي، هذا ايضا وهذا على ما اظن من شركة شنايدر الكتريك الشركة المعروفة الالمانية، هذا من شركة ابي بي، يعني كاين بزاف الانواع. هذا من شركة شنايدر الكتريك، يعني هذا كامل يعني سي دي سوفت ستارت.
يعني كما حكيت لكم، يعني نظريات عمل هذا السوفت ستارت. يتم التحكم في عمليات فصل وتوصيل المحرك عن طريق هذا التيرستور، يعني مكونة بالتيرستورات داخل هذا الجهاز، بحيث يتم تسليط جهد المصدر بتدريج على فترات زمنية محددة حتى تصل إلى كامل قيمته مع نهاية فترات التشغيل. يعني كي نشغلو هذا يعني ينظم الجهد، يعطي الجهد شوية بشوية حتى توصل سرعة هذا المحرك إلى سرعتها يعني العادية، ومن بعد يفصلوا هذا التيرستورات يولي يعني في حالة العادية. في مثل يكون التحكم في فترات توقف أيضا للمحرك عن طريق تقليل جهد المصدر تدريجيا، يعني بروغريسيفمون، من كامل قيمته حتى الصفر، يعني حتى يحبس هذا الموتور يعني خلال فترة زمنية محددة، وبذلك يمكن عمل الإيقاف والتشغيل بدون حدوث تغيرات فجائية وحدت في أي من التيار أو العزم، مما يؤدي إلى تجنب صعوبات كثيرة كهربائية أو ميكانيكية. إذا يعني اليوم يعني تكلمنا على هذا الجهاز فقط، يعني أعطينا النظرة لواش نستعملوه هذا يعني الجهاز، و يعني الرول تاعو في السيركوي الكتريك وطريقة عمله أيضا. إذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله سوف أحول يعني عمل مخطط يعني دائرة كنترول ودائرة الاستطاعة للمحرك، يعني نديرهم يعني ندرسهم مع بعض باش نشوفوا طريقة عمل هذا الجهاز. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. إذا لديكم أي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للحلقة القادمة إن شاء الله. نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحث من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة.